سليمان زكريا سليمان بن قوسين قرم، الأمين الاجتماعي للصناعات الجلدية. الصناعات الجلدية والصناعات الجلدية هو طبعا يعني مسألة يعني صناعة طبعا يعني صناعة تقليدية أو صناعة بلدية، فبدأ منذ أعوام طويلة. فإحنا برضو جينا كده يعني ورثنا الشغلانية ده من مثلا من أبهاتنا، وأبهاتنا قد يجوز يكون كده برضو يعني التقطوه من ناس، والحمد لله الناس كده يعني شغالة. هو صناعة كصناعة بلدية صناعة محلية، الناس مستمرين وشغالين. فطبعا كل ذو علم أليم، يعني أي إنسان بيخش المجال ده لازم يكون كده بيتلمس من إنسان، وهو كده في النهاية بيكون كده عنده موهبة، وبيكون يعني ما في كده مدرسة عامة، لكن هي كإنسان هو يكون كده يجلس ويتألم عند معلم بصناعة تقليدية لحين ما هو يكون كده بتاع معلم ويفتح له ورشة ويشتغل. الصناعة هو صناعة المركوب، معروفة طبعا مصنوع من جلود الغنم أو جلود الأبقار أو الأصلة أو النوامة أو كل ما يتعلق بالخوف طبعا. فهو معروف الصناعة هو يعني بيبدأ كده من آليات تقليدية، في النهاية بيكتمل بالمكنة والجلود، ومعروف طبعا هو اللاستيك وال يعني عندنا هنا يعني زي ما تشوفوا قدامنا ده هو مركوب الأصلة. الأصلة هو طبعا بيجي بعد ما يتقتل يجينا كده كجلد عادي، بعد كده احنا بندافيه الفصال، بعد ذلك احنا بنفصل الأصلة ده وبنكتر كده بنقتله كستار، ونرجع كده بنشده في القالب. معروف بعد ما نشده في القالب نكتو بنديه كده اللاستيك، بعد ما نلصقه بعد ذلك كده بيجي المبرد بيجي الفينشن بندي المكو، بعد ذلك بنقله وهو بيسبه مركوب بتاعت أصلة. مركوب هو كامل مركوب جيد، أي إنسان ممكن كده بتاع يلبسه، وهو طبعا هو شيء أكتر شيء شاير في السوق. عندنا مركوب أهو شايفينه بشكل جميل مقلد للنمر، مركوب هو جلد غنم عادي و بيندبق في دباقة عادية تقليدية طبعا ما دباقة شركة، بيندبق بالصوف، وبعد ذلك بيجي بيكون فيها فنيات. هنا عندنا ناس يعني ممكن كده بينقطوا الشغلانية دي بطريقة كده ظريفة، عندهم تركيبات خاصة طبعا بيركبوها وبيطبعوها، بيجيبوا برضه احنا كده بنقدر كده بتاع بنشتغلوا، بيجيب كده بتاع هو كده مركوب عادي. عندنا جل ده كتقليد للنوامة، يعني برضه جلد غنم عادي، أي إنسان ممكن كده يشوفه يعني حاجة كده ما يتصوره بأنه كده هو ده جلد غنم. بيجينا كده جلد غنم عادي إحنا كده بتاع بنجيبه، في ناس كده بتاع برضه بيقدروا كده بيتبعوه بطريقة ظريفة، بيقلدوه كده للنوامة، وبنقدر كده بنسنيه وبيطلع كده مركوب يعني التقليد تبهي للنوامة. فياهو معروف بالنوامة. فعندنا أنا مركوب هو المشمعات، عندنا المشمعات الخفيفة ده، فبيسمى طبعا بأسماء كثيرة، في ناس بيقول له راهات، في ناس بيقول له مؤتمر الوطني، وفي ناس بيقول له شرم الشيخ، اللي هو سياحة حاجة خفيفة ممكن كده يلبس أي إنسان. بيجي هنا بيقدر برضو كده بتاع بنتباها كده بنقيتها وبنسدها، بيطلع كده كمركوب والناس كده بيلبسوها. عندنا مركوب ويسمى بمركوب الجنينة، يعني مسألة الجنينة الناس كده فاهمينها يقول لك بس إلا صناعة في الجنينة، هي ما صناعة في الجنينة، اللي بيصنوها هنا أو بيصنوها في البتاع في أي مكان، لكن الجلد طبعا الجلد جنينة، يعني جلد الجنينة الفارق بين النيالة والجنينة أو بقية الولايات والله هو الجلد. طبعا جلد الجنينة من قرط خالص مطبوخ معروف كده جلده طبعا مشهور. إما الصناعة ممكن أنا نيالة والجنينة والبتاع كله هو يكون كده بتاع الصناعين هو وحدي، يعني برضو كده مركوب شكل جزمة ظريفة شديد، برضو يستنى من جلد الغنم وبدباقة تقليدية. وعندنا برضو كده الناس بيجن هنا بيشتغلها وبيوقفها كده ما شاء الله مركوب، والناس كده وبقت مرقوبة يعني، وها صناعة المرقوب هي بقت كده مرقوبة عند الناس كلها، معروف كده يعني سواء كان في جميع أنحاء السودان في نيالة أو في الولايات كلها معروف. حتى الموظفين يعني كده كسرت كده رغبته في اللبس المركوب نسبة لشنو، يعني المركوب هو الحمد لله أصبح كده هو سي يعني زي ما قالوا الناس اللي بيلبسوه.
هنا بنقدر كده بنخش في مجال بتاع ناس اخرين، وثم ثانيا ممكن بيتلبس بالمنطلون بالجلابيه بالبطله بكل اللبسات معروفه يعني الناس كده بيلبسها، فزاد الطلب يعني عند حتى الموظفين برضه يعني كده اللي جوه يعني كده شيء كده مختصر الواحد كده بيلبسه، لا كده فيها شراب لا فيها بتاع اغلى يتودى سلي لا بتاع، وبكون مريح وبعدين لبسه كده يعني لبسه بلديه سمحه شديد اي انسان ممكن كده يشوفه كده بيشهوه.